كان اكتشف أقدم قانون تجاري في العصور القديمة يعود تاريخها للقرن الخامس قبل الميلاد، حيث وجد نحت على جانب هذا المسلة الحجرية المنصوبة وسط سوق شمر التجاري الواقع بمدينة تمنع عاصمة المملكة القتبانية، التي ما زالت شواهد آثارها بارزة حتى اليوم في منطقة هجر كحلان ضمن الإطار الجغرافي لمديرية عسيلان بمحافظة شبوه. المدينة هذه تأسست يعني في القرن العاشر قبل الميلاد، وبقت يعني إلى حوالي القرن الأول الميلادي، ثم انتقلت العاصمة من تمنع إلى ذات غيلم اللي هو هجر بن حميد حاليا. هذه المدينة يعني فيها سوق رئيسي بالنسبة للقتبانيين، وهذا السوق يعني فيه قانون سنه شهر هلال بن أب يعني في القرن الخامس قبل الميلاد. هذا القانون ينظم التجارة يعني في المدينة، يعني في الأسواق، يعني الضرائب، البيع والشراء، البضاعة، أشياء يعني كل ما يختص بالتجارة يعني يتولاه، يعني موجود نصوص قانونية في هذا القانون. وأيضا يعني المدينة يعني لا يصح البيع والشراء في الليل، ولا يصح البيع والشراء داخل السوق إلا لمن يمتلك دكان داخل السوق. وهذا القانون يعني يعتبر أول قانون يعني عرفناه بالنسبة للتاريخ القديم يعني والحديث. مدينة تمنع كانت مركزا تجاريا مهما نظرا لموقعها الجغرافي على طريق تجارة اللبان الممتد من جنوب الجزيرة العربية وحتى مدينة غزة، حيث كان يتخذ منها التجار والبائعون محطة لاستراحة القوافل وسوق رائج لتبادل البضائع وممارسة البيع والشراء وفق بنود القانون الذي سنها الملك الكتباني شهر هلال بن يدع آب. المدينة يعني هي كانت يعني المقر الرئيسي بالنسبة للقوافل التجارية التي تأتي يعني من ميناء قناء ومن شبوه القديمة، وتأتي يعني إلى مدينة تمنع، ثم تتجه شمالا يعني إلى أن تصل إلى غزة بفلسطين بذهابا وإيابا، وكل البضائع التي تتصدر من هناك يعني تكون يعني خاضعة لإشراف الدولة القتبانية. وكشفت الدراسات الأثرية ونتائج التنقيب التي نفذتها بعثة أمريكية وأخرى إيطالية فرنسية مشتركة خلال مراحل زمنية متفاوتة عن وجود 4 معابد قديمة في تمنع، يعود تاريخ أكبر معبد فيها إلى الفترة ما بين القرون 3 قبل الميلاد والقرنين الأول والثاني بعد الميلاد، بالإضافة إلى نوعية الطقوس الدينية أنذاك، كما تم العثور على الكثير من الملتقطات الأثرية والنقوش التي تبين جزء مهم من تفاصيل حياة الإنسان الكتباني في مجال الزراعة والتجارة والتشييد، وكذا مرحلة ازدهار المملكة الكتبانية كواحدة من أهم الحضارات اليمنية القديمة التي قامت على أراضي محافظة شبوة. زبين عطية، اليمن اليوم، محافظة شبوة.